الحصول من منادي لمحمد بن سالم بن مبارك الناظف المري تهانينا والناموس للجميع. اللي تسوي بالمنصة عجايب السابقات المارقات العنادي، اللي تسوي بالمنصة عجايب. اللي تهز شعور وسر رجاجيل. أيها الحفل الكريم، متابعينا الأعزاء، مشاهدينا الأفاضل، التواصل يتجدد، ها نحن وإياكم مع هذه الانطلاقات المتميزة، مع هذه الاندفاعات الجميلة والرائعة. انطلاقة الشوط التاسع والمخصص للثنايا الإبكار، المسافة هي 8 كيلومترات. بداية وإياكم نسير إلى الصدارة وإلى الانطلاق الأول. هنالك الصدارة والبداية، أول المراكز الشادن بهذه الانطلاقة، حامد بن علي بن مايقة الإحبابي على الصدارة وعلى البداية الأولى. النقلة والدور إلى ثاني المراكز، نتابع وإياكم انطلاقة شديدة وتواصل شعار سعيد بن سالم العويسي على المستوى الثاني. تسللت هنالك الغزيل وانطلقت بشعار خالد بن سعيد بن محمد الفهيدة على المستوى الأول، بينما ثاني المراكز هنالك تواجد من قبل هقوة سعيد بن جابر بن محمد بن عفيري يتسلل في هذه الأثناء، غير إلى الصدارة وإلى البداية الأولى. بينما ثالث المراكز هنالك التواصل من قبل شديدة سعيد بن سالم بن حمد العويسي على المستوى الثالث. النقلة إلى رابع المراكز، نتابع وإياكم انطلاقة شديدة في هذه اللحظات، أو هنالك شعار حربة عبد الله بن جار الله بن علي النابت على المستوى الرابع. بينما خامس المراكز حضرت حضور هنالك على خامس المراكز بهذه الانطلاقة وبشعار عويضة بن بخيت بن عويضة بن هلال العذبة على المستوى الخامس. هذه هي النتيجة مع هذه الانطلاقات ومع هذه التحديات. العودة وإياكم بعد ذلك نحو الصدارة وإلى البداية الأولى لكي نتابع. المركز الأول والانطلاق الأول مع الشادن، حامد بن علي بن مايقة الإحبابي على الصدارة يتقدم، وعلى البداية الأولى يقدم لنا الشادن. نتابع وإياكم النقلة إلى ثاني المراكز، يتقدم شعار سعيد بن جابر بن محمد بن عفير مع انطلاقة هقوة على المستوى الثاني، يتواصل مع هذه الانطلاقة على ثاني المراكز. بينما ثالث المراكز حضرت الغزيل وتواصلت بشعار خالد بن سعيد بن محمد الفهيدة المري على المستوى الثالث. بينما رابع المراكز هنالك حربة هي القادمة عبد الله بن جار الله بن علي النابت على المستوى الرابع. بينما خامس المراكز نتابع وإياكم شديدة سعيد بن سالم بن حمد العويسي على المستوى الخامس، يتواصل بهذه النتيجة، يتقدم بهذا النداء على المستوى الخامس. كما تتابعون ونتابع وإياكم وتشاهدون ونشاهد هذه الانطلاقات والتحديات المتميزة على أرضية ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة في درة الميادين الخليجية مع هذا الإبداع المتميز. العودة إلى بن مايقة، من ينطلق على الصدارة؟ بن مايقة يقدم لنا هذه الانطلاقة الجميلة
والرايعة مع الشادن التي تنطلق حامد بن علي بن مايقة إلى أحبابي على الصدارة وعلى البداية الأولى. نتابع وإياكم النقلة إلى ثاني المراكز. وصلت هقوى هلان سعيد بن جابر بن محمد بن عفير القادم على المستوى الثاني، بينما ثالث المراكز حضرت الغزيل وحضر شعار خالد بن سعيد بن محمد الفيدة على المستوى الثالث. نقلتنا إلى رابع المراكز حيث الحضور والتواجد من قبل حربة التي تتقدم على المستوى الرابع، عبد الله بن جار الله بن علي النابت شعار بن جار الله متواجد على المستوى الرابع. بينما خامس المراكز نتابع الأسماء والشعارات القادمة، نتأخر قليلا لكي نتعرف على الشعارات التي تحضر الآن وتتواجد على خامس المراكز. هنالك صفطان وصلت الآن، منصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيرين يتواجد، شعار صاد الرموز الذي يقدم لنا صفطان على المستوى الخامس. هذه هي النتيجة مع هذه الانطلاقة ومع هذا التحدي. بعد ذلك العودة وإياكم. 4 كيلومترات انقضت وما تبقى إلا مثلها، والشادن طربانه الشادن على الصدارة، طربانه الشادن بدون أوامر والحال بدون أي مضايقات، تنطلق بشعار حمد أو حامد بن علي بن مايقة الأحبابي على الصدارة بن مايقة وعلى الانطلاق الأول. يقدم لنا الشادن النقلة إلى ثاني المراكز. نتابع هقوة القادمة هلان سعيد بن جابر بن محمد بن عفير على المستوى الثاني. وثالثا الشعارات اقتربت والأسماء وصلت، وصلت الغزي الإلان خالد بن سعيد بن محمد الفهيدة المري على المستوى الثالث. بينما رابع المراكز هنالك الوصول من قبل حربة هي القادمة، عبد الله بن جار الله بن علي النابت على المستوى الرابع. نقلتنا إلى خامس المراكز، نتابع صفطان الواصلة على المستوى الخامس، منصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيرين من يتقدم على خامس المراكز. هذه هي النتيجة ومع هذه الانطلاقة في هذا السباق المحلي السادس، مع التواصل المتميز بهذه الانطلاقات الرائعة بهذا الحضور المتميز. الشعارات والأسماء تنطلق تجهيزيا وانطلاقا تضميريا لكي نتابع هذا الأداء المتميز، لكي نتابع الشعارات الحاضرة المستعدة لحضور مهرجان الأمير الوالد حفظه الله وأطال الله في عمره. العودة وإياكم إلى الشادن، الشادن على البداية، الشادن الشادن على الانطلاق الأول. تنطلق بشعار حامد بن علي بن مايقة، بن مايقة على الصدارة، شعار بن مايقة ينطلق. وصلت الأسماء يا بن مايقة، هقوى أول القادمات سعيد بن جابر بن محمد بن عفير القادم على المستوى الثاني. وثالثا وصلت الآن حربة القادمة والحاضرة بشعار عبد الله بن جار الله بن علي النابت على المستوى الثالث. بينما رابع المراكز حضرت الآن الغزيل وخالد بن سعيد بن محمد الفهيدة على المستوى الرابع. بينما خامس المراكز نتابع صفطان التي حضرت الآن، صفطان بشعار منصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيرين القادم على خامس المراكز. هذه هي النتيجة مع هذه الانطلاقة، هذا هو التحدي الجميل والرائع. الخمس المراكز الأولى بقيادة بن مايقة على الصدارة، ثانيا حضر في هذه اللحظات بن عفير والنابتي، ثالثا شعار بن جار الله القادم على ثالث المراكز، الفهيدة رابعا، وخامسا شعار الخيرين على خامس المراكز. هذه هي النتيجة،
الشعارات هي الشعارات والأسماء هي الأسماء، راكدين إلى الآن، الأسماء راكدة والشعارات هنالك، ولكن البداية، البداية مع الشادن، الشادن على الصدارة بقيادة بن مايقة، حامد بن علي بن مايقة الأحبابي على الصدارة، الأحبابي على الصدارة، هقوى ثانيا بشعار سعيد بن جابر بن محمد بن عفير وصل على المستوى الثاني، ثالثا حربه هي القادمة عبد الله بن جار الله بن علي النابت الواصل على المستوى الثالث، بينما رابع المراكز حضرات الغزي الآن خالد بن سعيد بن محمد الفيدة، وخامسا نتابع بالعين المجردة انطلاقة صفطان على المستوى الخامس، منصور بن محمد بن منصور السيف الخيرين على المستوى الخامس. هذه هي النتيجة مع هذه الانطلاقة، ولكن البداية مع بن مايقة، بن مايقة على الصدارة، بن مايقة على الانطلاق الأول، والضغوطات من قبل بن عفير على المستوى الثاني، يقدم لنا هقوى على ثاني المراكز بن مايقة وبن عفير في تنافس متميز، في حوار جميل ورائع، في منافسة جميلة مع هذه الانطلاقات. كلمة راس بن مايقة وبن عفير مع هقوى والشادن مع الكيلو متر الأخير، الكيلو المتميز المميز والمثير. وصلت الآن حربة على المستوى الثالث عبد الله بن جار الله بن علي النابت، ولكن الشادن 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 يا بن مايقة هقوى يا بن عفير، مع اللحظات الجميلة مع الأمتار النهائية، بن عفير وبن مايقة، بن مايقة وبن عفير، ولكن بن مايقة مع الشادن، الشادن الشادن على الصدارة، الشادن الشادن على الانطلاق الأول، أقوى والعصا في الأبطان، يا برد أعصابك يا بن عفير، اضرب روح ولا تحرق الروح، روح يا بن عفير وبن مايقة، ولكن تابعوا تابعوا بن عفير، وتسلل بن عفير والعصا في الأبطان، طبعا بدون أوامر وبدون تعليمات، على راحتها ما قال لها شيء. هذه هي هقوى هلان، شعار سعيد بن جابر بن محمد بن عفير قدم لنا هذه البطلة، تواصل مع هذه الانطلاقة الرائعة والجميلة مع 8 كيلومترات، حضر بحضور هقوى على المركز الأول، ثانيا حامد بن علي بن مايقة مع المركز الثاني، وثالثا تابعنا وإياكم هذه الانطلاقة المتواصلة، تابعوا هذا الفارق بين المركز الأول والثاني، ومن خلف المركز الثاني إلى الخامس، ثالثا صفطان بشعار منصور بن محمد بن منصور سيف الخيرين، رابعا شعار تعويض صالح بن زويد بن برغش الجحافي، وخامس المراكز حضرة الغزيل خالد بن سعيد بن محمد الفهيدة. والتوقيت الأفضل ذهبت فيها هقوى بشعار سعيد بن جابر بن عفير، قدم لنا هقوى وحضرت بأفضل توقيت زمني إلى هذه اللحظة إلى الآن، التوقيت الزمني 13 دقيقة 34 ثانية، 83 جزء من الثانية، والعصا في الأبطان بدون أوامر. تهانينا يا بن عفير، ثانيا أدت أداء يشكر عليه، مع انطلاقة الشادن قدمت عرض متميز، مستوى كبير بتوقيت وقدره 13 دقيقة 37 ثانية 57 جزء من الثانية، تهانينا والف مبروك يا بن مايقة. ثالثا حضرت صفطان بشعار منصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين، قدم لنا هذا الشعار لحظة وصوله قاطع مسافة 8 كيلومترات بتوقيت وقدره 13 دقيقة 52 ثانية 83 جزء من الثانية. تهانينا والمبروك على هذا الفوز.